أهلا بحضراتكم. معلومة سريعة كده، لو إحنا مرضت مثلا سكر وضغط وبعدين حصل مثلا مضاعفات في حاجة معينة، الحاجة دي ما كانتش موجودة قبل ما ناخد العلاج. يعني أنا دلوقتي مريض ضغط مثلا بياخد العلاج بتاعه لسه جديد، وفي نفس الوقت حصل أعراض غريبة حصلت بعد ما أخد الدواء، لازم أرجع أستشير الطبيب. في حاجات ما بتخطرش على بالكم كمرضى، مهمة جدا الحكاية دي، ان انا مثلا الاقي المريض يجي يروح عيادة ويكشف بيكح، يكشف عند دكتور يقول له لا ده خد دواء كحة، ده انت عندك التهاب في الشعب الهوائية، ده انت عندك التهاب في الحلق، ياخد دواء يرجع تاني يقول له لا ده انت لسه تعبان. وهو الموضوع بسيط جدا، دواء ضغط انكتب له، الدواء ده مش دواء وحش ولا حاجة، بس في أعراض جانبية ليه ان هو يعمل كحة لأسباب اللي هي يعني في حاجة اسمها برادكينين بتزيد وحاجات كده في الفسيولوجي مش هتشغلوا بالكم بيها، فبتعمل الكحة. فلو الدكتور شاطر اللي بيكشف اللي انت بتكشف عنده واكتشفت حاجة زي كده، هتلاقي ان الدواء هو السبب، والموضوع بسيط خالص، هنغير نوع الدواء بس مش اكتر، لان انت يعني هو مش بيعمل كده في كل الناس، بيعمل في بعض الناس، وتلاقي دايما الكحه معاها شرقه، ودايما تلاقيها المجموعه اللي هي بتاعه اللي بتنتهي ببريل، مش عارف برندو بريل، مش عارف ايه بريل، هتلاقي دايما الادويه الضغط اللي بتنتهي بالحاجات دي هي دي. انا مش عايز اقول اسماء التجاريه ليه، لان ممكن المريض ما هوش بيشتكي بحاجه ويبدا يوسوس من الدواء. لا، هي دي مش يا جماعه، بس عشان نبقى بالراحه، دي مش حاجه وحشه ولا حاجه، ده هو بعض الناس بعض الفئات وبعض الجنسيات، يعني ممكن ما تحصلش مثلا في جنسيات معينه، تحصل في جنسيات اثيوبيه اريتريه اسيويه، دي حاجه. واحد تاني مثلا عنده ضغط وبعدين بعد ما خد الدواء وماشي كويس وزي الفل، تلاقي رجليه ورمت، وبعدين يبدا يروح لدكتور، يا دكتور رجلي مرمه، يروح لدكتور عظام الاول، دكتور عظام يقعد يديله فريباريل وفولترين ومش عارف ايه وكلام من ده، وهو نفس الحكايه، السبب دواء نوع من انواع ادويه الضغط، الاملوديبين، الماده دي مش وحشه ولا حاجه، هي بتوسع في الشرايين فبتعمل توسعه، فبيحصل تجمع للسوائل في الرجل في الانكل، تبص لها الانكل ورم بقى. انا شفت مره مريضه مغربيه، وفي مريضه كانت برضو من جنوب افريقيا، وفي مريضه تانية شفتها كانت من ايرلندا، كانت الرجل ورم خالص يعني، وعماله تلف على دكاتره، ومجرد بس ان احنا وقفنا الدواء، وبتاخد لها يجي شهر الامور دي، سواء في موضوع الكحه او موضوع التورم الرجل، ويبدا المريض يتحسن تماما، مجرد بس ان انا بنتبه واخد الهيستوري من المريض واقول له. يعني المريض دايما لما بيجي لي اعرف الادويه، مش عيب خالص ان مش في بعض الدكاتره تتكبر انها تعرف الدواء اللي انت بتاخده، لا، لابد اعرف الدواء اللي انت ماشي عليه، واعرف بتاكل ايه وبتشرب ايه وبتصحى من النوم بتعمل ايه، كل تفاصيل المريض بعيش معاه يوم كامل، ده مهم جدا. مرضى تاني، بص تلاقي مرضى سكر وخدوا نوع من انواع الادويه وعملنا جميع التحاليل وكل حاجه، وعمال يشتكي بالام في المفاصل غير عاديه، لو الدكتور قاري وخد باله وما يقاوحش، والمريض كمان ما يقعدش يعني يكابر، تبص تلاقي في سايد افكت بسيط خالص في الدواء بيحصل بنسبه مثلا واحد في الكام، المهم حصل معاك انت، تبص تلاقي ان انا لو وقفت الدواء ده، والدواء ده موجود ومعروف، والاف دي اي خد يعني بعته ورنينج ليتر، يا جماعه خلي بالكم ان في بعض الادويه اللي من النوع ده بتعمل الام في المفاصل جامد، هوقف الدواء واغيره للمريض. وزي ما قلنا الاعراض الجانبيه مش معناها انها ماده سامه ولا حاجه، لا، ده دي اعراض جانبيه للدواء ده في بعض الناس، مش هتحصل في كل الناس. فعشان كده ما بحبش اذكر اسماء الادويه والناس هتقعد تقول لي طب ايه الدواء مش ايه الدواء، الموضوع مش كده خالص، انا عايز افهمكم ان انت تراجع مع طبيبك وتبقى واعي، والمريض كل ما يكون واعي كل ما هيقدر يفهم الدكتور اللي قدامه، وفي نفس الوقت مش عيب انك توضح للدكتور حاجه معينه، يا دكتور طب الدواء ده ممكن يعمل لي كذا، اعمل سيرش. فالحاجات دي مهمه جدا، ولان دي اللي انا بحكيها لكم دي حاجات فعلا زي ما قلت لكم كده، المريض بيجي بعد ما يكون لف وراح لكذا دكتور وحاجات زي كده. ارجو ان تكون المعلومه
دي مهمة جدا وصلتكم، وتحياتي طبعا ليكم، وانا عارف ان انا يعني ارجو ان بكون بفيدكم بالمعلومات دي، وان شاء الله باذن الله هنحاول الفترة اللي جاية ان نكون منظمين شوية في بعض المواضيع نمسكها حاجة حاجة. وانا برضو عايز مقترحاتكم انتم اصدقائي اللي على اليوتيوب والفيسبوك، المواضيع اكثر اهمية بالنسبة لكم، ونتكلم فيها بمنتهى الهدوء ومنتهى البساطة كده وبسهولة، لان انا عارف ان الحاجات البسيطة دي انا عايز كلام يوصل لاغلب الناس. في وبعدين في نقطة تانية، ساعات نتكلم في موضوع في واحد بيتهيأ له ان ايه الفكرة اللي مش مظبوط ده، وازاي يقول كده ومش ازاي يقول كده. احنا بنتعامل مع ناس من جميع الفئات، مرضى من جميع الفئات، وكل واحد ليه تفكيره، وكل واحد ليه مخ في الفهم بتاعه، وكل يعني حتى مثلا مريض يقول لي انا عايز علاج، اكتب لي علاج كذا علشان انا مريض عندي كذا وكذا وكذا. بالعكس، انا عايز اقول لكم ان قعدتي مع المريض، دخلت المريض من باب العيادة، طريقة الكلام، هل ده هينفع معايا في هل ده هيجي بالراحة ولا هيجي بتهديد المرض والحاجات دي، انا اقول له المرض ده وحش ومش عارف ايه، ولا في واحد تاني لو انا قلت له ده السكر ده هيعمل ويسوي، ولو قعدت ولو شربت شاي مش عارف ايه وعملت كذا ده انت كده هتموت، ده انت كده خلاص المريض يعني هي زي موضوع الشاي بسكر. وبعض الناس بتعلق تعليقات ساعات تبقى مش ظريفة، زي مثلا مريض السكر، هضرب لكم مثلا مريض السكر اللي بيجي في رمضان، تقول له لو صمت الصيام خطر عليك وممكن يجرى لك مشاكل، تبص يا عم طب ماشي، ما انا هصوم كده كده هصوم، خلاص خلاص بقى من اوحش، احنا هنبدا بقى نتعامل معاه انه هيصوم نقدر نساعده. زي المريض بيقول لك هشرب الشاي وموضوع السكر ومش عارف يا عم، احنا عارفين ان السكر ده ضار ووحش وكل حاجه، بس هنقارن بقى، معلقه سكر هشربها ولا اقول له واقول له طب تقدر تبطل العيش؟ قال لا بطل العيش، بس الشاي بقى ماشي، وقف العيش يا عم خلاص، وبلاش تشرب تاكل العيش ده، لان زي ما قلنا رغيف العيش مش فيه 15 ما يعادل 15 معلقه سكر، فانا باكسبت المريض ما خسرتوش. ومع الوقت صدقوني المريض هيسمع الكلام وهينتصر لما بيعرف خطوره الموضوع، بس في فن في التعامل مع المريض. شكرا ليكم وتحياتي ليكم جميعا، ونشوفكم دايما على خير.